مواجهات بين أنصار حركة النهضة ومحتجين، وإشعال العجلات المطاطية وتراشق بالحجارة وتدخل مكثف لقوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع. هذا هو الوضع اليوم في ولاية القصرين، والبداية اليوم 8 جانفي 2014، 3 سنين على تاريخ سقوط أول شهيد في ولاية القصرين، هالتاريخ اللي كان حاسم في مسار الثورة التونسية. واليوم كذلك خرجت مسيرات إحياء لهالذكرى ومطالبة بالتنمية العادلة وتصحيح المسار الثوري باستثمارات ومشاريع تنموية قادرة أنها تحسن وضعية الجهة. كل الحكومات المتعاقبة واصلت تهميش قلعة النضال، قلعة الشهداء ومدينة القصرين الأبية التي أسقطت الدكتاتور بن علي. الثورة التي مرت من هنا شلون اخذنا منها؟ اخذنا منها كل الحديث وصير لنوات المفبركة الموجودة في البلاتوات. الناس تنظر للثورة، أما الناس تعيش القصرين العاش الثورة العاش الدم والعاش الموت والعاش الدماء. شو شفناه؟ شفناه اليوم وحدونا في الشر وحدونا في الهم. يا الاندوس يا يكلاح يا الكلب يا بارح قتلوا لنا واحد السبيطار، مشينا للسبيطار ما كانش حتى واحد باش يعدي عليه. ميت يا ولاد عاونينا، ما كانش ولا الطب ولا الفرن ولا حتى واحد. الفريق الوحيد باش تقضي على الفقر هو القضاء على الفقراء. رامي باش يقتلوكم، رامي باش يقتلوكم يا شباب القصرين، تكلموا ارواح. مش الحاكم راينا صندوق تعويضات يحلوا فيها بيديهم، يحلوها بيديهم ويطيشوها علينا. صندوق التعويضات ياخذوا فيه من عند الشعب، ياخذوا به غاز وقت الواحد يطالب بحقه، وقت نقول اعطونا خدمة، وقت اللي هما يوصلوا يسكتوا العباد بحاضيرة، نحن نقولوا كيفاش اعطونا خدمة، زوال يتكلم قال لك اخويا اعطيني خدمة. لكن هالمسيرات والشعارات المطلبية واثر انتقال المحتجين امام مقر حركة النهضة تحولت المواجهات بين انصار الحركة من جهة والمحتجين من جهة اخرى، وذلك دراشق بالحجارة كما تم اشعال العجلات المطاطية. وبتدخل الامن ازدادت وتيرة المواجهات واللي انتقلت من حي النور باش تشمل بقية الانهج والاحياء. قوات الامن استخدمت بكثافة الغاز المسيل للدموع، الأمر اللي زاد في تشنج المحتجين وخلى من الصعب السيطرة على الوضع.